أجواء إبداعية خلابة اختتمت جمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح فرقة المسرح الحديث بالشارقة سلسلة عروض مسرحية الأطفال أتراسا، والتي قدمت على مسرح قاعة أفريقيا بالشارقة خلال الفترة من 22 وحتى 23 من إبريل 2023، وذلك تزامناً مع إجازة عيد الفطر السعيد. والعرض المسرحي من تأليف سلطان بن دافون وتمثيل وإخراج عمر الملا، وبطولة مجموعة متميزة من شباب المسرح الإماراتي. شخصية تيرس أحد الأتراس اللي موجودة داخل الساعة المشاغبة. قصتنا باختصار داخل في منبه لازم يرن، ونحن أتراس داخل الساعة، تتوسخ هذه الساعة من الداخل فتصير عندهم مشكلة، يحاولون كيف ينظفون هذه الأتراس. رسالتنا في هذا العمل تتحدث عن أهمية الوقت، اللي تقريبا هذه من أهم المشاكل الموجودة في الوقت الحالي عندنا. الوقت جدا ثمين، إذا ما استغليته، إذا ما عرفت كيف تتصرف فيه راح يضيع عنك، وإذا ضاع ما راح يرجع. شخصيتي في المسرحية الصدى، أوكي، بمعنى صدوي. أنا اللي أصد الأتراس وأخربهم، إن الساعة توقف بشكل كامل. فشخصيتي إن شخصية شريرة، أحب أخرب الأشياء، بس في ناس معانا طيبين اللي هم يجيبون مواد عشان يعدلوني أنا وبعدين أصير طيبة معاهم. شخصيتي في المسرحية هي وحدة طيبة، من هي صغيرة من ولدة في الشر، بس هي داخليا طيبة يعني، وتحب الخير للناس وشي. واسمي في المسرحية هو غبورة يعني، وأبوي كله يباني أسوي أشياء شرانية يعني الناس ما تحبها، بس أنا أحب الشر وأحب أساعد الناس وكل شيء. طرح العرض المسرحي الاستعراضي الغنائي قضية الوقت، كونه أحد أكثر الموارد قيمة في الحياة، والتعريف بأهمية تنظيمه والاستفادة منه لتحقيق الأهداف وتحديد الأولويات والنتائج الإيجابية للأفراد والمجتمعات. أتراس من الأتراسات الموجودين هنا، عن شخصية الأخو الأكبر من الأخوان اللي عقل شوية، يفكر شوية، يحب ينصحهم، يحب يكون هادي، يحب يفكر وايد، بس فوق هذا ما يوصل للحل اللي هو يبغي، فيستعين اللي أكبر عنه اللي هو عمي في المسرحية. طبعا المسرحية حلوة، الغنية حلو، وأنا فهمت إن نتعاون عن الأصدقاء شي، نشارك شي حلوة، ويعني شي نستوي أصدقاء ونتعود على بعض. إنه وايد حلوة وتعاوننا وشفناها وايد، إن شاء الله تتكرر مرة ثانية. حلوة المسرحية، فيها أشياء حلوة يعني، في وناسة وأشياء يعني تستانس فيها هالمسرحية. العرض المسرحي أتراسا إبداعات فنية تتكامل بقيم منظومتها التربوية والأخلاقية والتعليمية الهادفة إلى تنمية عقول وذوات أجيالنا المستقبلية في شارقة العلم والنور والثقافة.